ايه رايك واحنا بنسخن كده بدري بدري؟ اتفضل. معانا مفاجاه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا سواء في مصر او المغرب. المدير الفني السابق التونسي الاسعد الشابي، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، واللي كان عامل انجازات طيبه للغايه مع نادي الرجاء، البطوله العربيه، بطوله الكونفدراليه، ولكن طبعا لبعض الظروف للاسف يعني خرج من نادي الرجاء خلال الفتره الاخيره. كابتن الاسعد، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي وسعداء بوجودك معانا النهارده في التغطيه الخاصه لمباراه الاهلي والرجاء. شكرا شكرا، وانا فرحان واني اليوم في قناه الاهلي المصري، الفريق الكبير، الفريق العريق. تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ كريم سعيد ضيفي في هذه التغطيه. اهلا بيك كابتن الاسعد. تحياتي لكل. اهلا وسهلا، شرف. طيب في البدايه كابتن الاسعد، بالتاكيد انت مش غريب عن نادي الرجاء وعامل انجازات ممتازه معاهم خلال الفتره الماضيه، كاس الكونفدراليه، كاس البطوله العربيه، وعلى فرق كبيره. شايف ازاي هذه المواجهه والفريق اللي انت خدت معاه البطولات الكبيره دي عنده مباراه مع الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي، توقعاتك شايف رؤيه المباراه دي ازاي؟ والله انت تعرف مباراه النهائي يعني ما فيها احكام. فريق الرجاء فريق كبير، عنده عدة لاعبين، خاصة عنده لاعبين تاع المواعيد الكبرى. انت شفت يعني مباراة كأس العرب، مباراة النهائي، اللي رغم وأن الرجاء أعطى اللاعب بين مالونجو لنادي الشارقة، يعني ولعبنا المباراة يمكن ب 11 لاعب مغربي، ولكن الحمد لله ضد فريق كبير اسمه الاتحاد جدة وكسبنا المباراة. صحيح. يعني المقابله مباراه الكاس، مباراه نهائي 50-50 50-50 الفريق اللي يعرف كيفاش يحتفظ على المباراه، اللي يعرف كيفاش يستغل الفرص، بما ان باش تكون مباراه ما فيها العديد من الفرص، ربما فرصه ولا اثنين، واللي يعرف يستغل الفرصه يعني يعرف يضبط المباراه. اكيد. طيب هل ممكن سفيان رحيمي ورحيله ورحيل ايضا كمان بالمالينجو ممكن يكون لهم تاثير على فريق الرجاء في لقاء السوبر، خاصه حتى الاضافات اللي ممكن يعملها الرجاء بانضمام حميد احداد او كواتي ممكن يعملوا الفارق، ولا انت شايف طبعا بما انك كنت قريب جدا من الفرقه وعارف كل الامكانيات اللعيبه يبقى في تاثير سلبي قبل لقاء السوبر؟ لا، صعب وصعب جدا يعني بعد ذهاب بن مالونجو، بعد ذهاب سفيان رحيمي اللي سجلوا على الاقل 35 هدف مع بعضهم باش 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 ينجموا يعوضوهم. لكن اللاعب الحداد قلب هجوم كويس، يعني لعب عندي انا 10 مباريات يعني كان في المستوى. لكن انا ديما نقول لما كنت مدرب الفريق ما يلزم يكون واقف على لعيب ولا اثنين. وفزنا بكأس العرب الغالية، فزنا عليها بدون بن مالونجو، يعني بن مالونجو ما كانش في المباراة، كان في الشارقة. أنا ديما نقول الفريق اللي يكون تكتيكيا واقف أحسن في مباراة واحدة نهائي ينجم يفوز بالمباراة. احنا ضد المنتخب، ضد فريق اتحاد جدة ما كانوا عندنا لاعبين كبار، كانت عندنا مجموعة صلبة عكس فريق الاتحاد اللي كان بالنجوم البرازيليه والنجوم المصريه والنجوم المغربيه، لكن عرفنا كيفاش نخرج بالمباراه وننتصروا. لكن انا نقول المباراه هذه ماهيش مباراه لاعبين نجوم، وان لاعب مباراه تاع مجموعه. ونعرفوا الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق نتاع المباراه الكبرى، لكن نجم نقول لك زوج فرق كبار وزوج فرق ينجموا ينتصروا. نفس الشيء كان في السوبر قبل سنتين، الرجاء ضد الترجي، لما كانت الناس الكل يعني الجماهير الرياضيه بتعطي اكثر صفه مئويه بانتصار الترجي على الرجاء، ولكن في النهائي انتصر الرجاء 2-1. يعني الرجاء راهو نتاع مباراة كبرى. الحاجه الوحيده اللي ربما تنقص الرجاء هو انه عنده مدرب جديد، يلزم فتره معينه حتى اللاعبين يعني يعرفوا الخطة التكتيكية اللي يحب يلعب بها المدرب. إلى حد الآن الرجاء ما لقى الخطة التكتيكية، يعني مرة يلعب ثلاثة، مرة يلعب أربعة، يعني ما في خطة تكتيكية اللي اليوم اللاعبين قاعدين يعرفوا شنو المدرب طالب منهم. أكيد. كابتن الأسعد، سؤال أخير، وأكيد لولا التوقيت طبعًا كنت ممكن أنت اللي تقود هذه المباراة لو كانت اتلعبت في شهر 9 الماضي، لكن إيه اللي تقدر تقوله النهاردة لجمهور الرجاء أو حتى لجمهور الأهلي وانت بتتابع المباراه من خارج الملعب، وبالتاكيد الفريق اللي انت عملت معاه كل الانجازات الاخيره
سوء الحظ او التوفيق او الظروف بالتاكيد الخارجه عن ارادتك خلتك مش موجود على راس الاداره الفنيه حاليا؟ انا طلبت بعد الكاس العرب اللي فزنا به، طلبت من المسؤولين الرجاء باش يتصلوا بالكونفدراليه ويحاولوا يعني في اقرب وقت كان دوره كاس السوبر، لكن الكونفدراليه هي اللي رفضت. وانا كنت متاكد وان في صوره ما لعبنا المباراه في شهر نوفمبر، كنت متاكد وان يعني نجم ننتصر على 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 فريق الاهلي، لان كان عندنا خطه تكتيكيه موجهه وللاعبين يعني كانوا حافظينها 100%. بطبيعه الحال انا عملت 40 مباراه في الرجاء، على 40 مباراه انهزمت في اربع مباريات، لعبت في الاخير 18 مباراه متتاليه انتصرنا في 14، تعادلنا في 3 ونهزمنا في مباراه. بطبيعه الحال جاء رئيس جديد، رئيس جديد يعني كان عنده قبل الانتخابات كان عنده الفكره الوحيده، هو لما يصبح رئيس يعني يقيل الاطار الفني، جاب اطار فني اللي هو يعرفه احسن. نتمنى لجماهير الرجاء وان الفريق نتاعهم يرجع الى مكانته العاديه، لان الرجاء فريق كبير، فريق عالمي، ونتمنى لكرة القدم المصريه يعني التقدم، ولكن هي مباراه اخوه، مباراه شقيقين المصري والمغربي. نتمنى وان الروح الرياضيه هي اللي تفوز في المباراه، لان ما لا هي الا مباراه كره قدم لا اكثر ولا اقل. لا اكثر ولا اقل. كابتن الاسعد الشعبي بالتاكيد بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا وحديثك عن لقاء الاهلي والرجاء، وكان كلام مهم جدا من اكتر واحد كان قريب جدا من فريق الرجاء المغربي.